السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وأعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. واليوم بنتكلم على تمارين على مساحة المستطيل. طبعا نذكر نفسنا إن مساحة المستطيل بتساوي الطول ضرب العرض، أي لام ضرب ضرب. مساحة المستطيل بيقول يوجد مساحة المستطيل المرسوم أمامك، الطول عندك ب13 أما العرض ب6. كل ما عليك إنك هتكتب القانون، مساحة المستطيل بتساوي لام ضرب ضرب، وبعدين اللام عندنا اللي هي الطول ب13 ضرب العرض اللي هو 6، اضرب 6 ب13 يطلع الجواب معايا 78، وما تنساش التمييز 78 سنتي متر مربع. طيب نشوف مثالنا التالي، مستطيل عندنا عرضه 3 وطوله 11، يبقى مساحة المستطيل بتساوي لام ضرب ضرب، يعني اللام اللي هو ب11 والعرض اللي هو ب3، يبقى هضرب 11 في 3 ايضا تطلع المساحة 33 سنتي متر مربع. عندنا مستطيل اللام طوله اللي هو بيساوي 3.25 سنتي، عرضه بيساوي 2 سنتي، يبقى مساحته بتساوي كام؟ على طول هنكتب القانون، لا مساحة المستطيل تساوي لام ضرب ضرب، يعني 3.25 ضرب 2، هيطلع الإجابة عندنا 6.5 سنتي متر مربع. طيب عندنا لو مستطيل طوله 4.5 متر وعرضه 1.6 متر، ازاي نحسب مساحته؟ هنضرب 4.5 في 1.6 تطلع الإجابة 7.2 متر مربع. طيب سؤالنا اللي بعد كده بيقول رسمت لوحة مستطيلة الشكل على جدار طولها 3.5 متر وتغطي مساحة 8 متر مربع، فما عرض هذه اللوحة؟ المواد بقى مديني المساحة ومديني ايه عندنا؟ مديني الطول، عايز يعرف العرض. طيب ما اعملها معادلة، اقول مساحة المستطيل بتساوي لام ضرب ضرب، المساحة اعوض عنها بقيمتها اللي هي 8، الطول اللي هو اللام اعوض عنه بقيمته ب3.5 ضرب ضرب، ثم بقت معادلة اقسم الطرفين على 3.5، فلما اقسم الطرفين على 3.5 يطلع معايا عرض المستطيل بيساوي 8 تقسيم 3.5 يطلع ب2.3 متر، 2.3 متر. طيب مسألة تانية عندنا هنا اهو، هي بتحدد بين اوجد القياس المجهول، هو مديك محيط ومديك ايه عندنا؟ العرض، يبغى يعرف فين دلوقتي عندنا؟ يبغى يعرف الطول. طيب احنا قلنا المحيط بيساوي 2 لام زائد 2 ضرب، اي اقدر اقول ان 2 لام تساوي المحيط ناقص 2 ضرب، يعني المحيط عندنا 2 لام عندنا هتساوي المحيط اللي هو 115.6 ناقص 49.6، تطلع بتساوي كام؟ 66. هقسم الطرفين عندنا هنا اهو، هقسم الطرفين على 2، تطلع اللام عندنا بتساوي، لما نقسم الطرفين على 2 هتطلع الاجابه عندنا بتساوي 33. هو كان عايز يعرف هنا عندنا الطول. طيب لو عندي المساحة 189 و28 سنتيمتر مربع وعندي العرض ب16.9، هل ممكن اعرف الطول؟ ايوه الطول بيساوي المساحة على العرض، يعني 189 و28% لما اقسمها على 16.9 هتطلع اللام عندنا بتساوي 11.2. شاكر لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.